القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يتكلم به جل وعلا متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه. والقرآن بعض كلامه وليس هو كل كلامه، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والصحف كلام الله، والأحاديث القدسية كلام الله، وما يكلم الله به الناس يوم القيامة كلام الله، وما كلم به آدم وكلم الملائكة كل هذا كلام الله. وكلام الله كثير سبحانه وتعالى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فكلام الله تبارك وتعالى كثير جدا لا يمكن حصره، بينما القرآن الكريم محصور من الفاتحة إلى الناس. فالقرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله جل في علاه. نعم.